مكان جميل، ربنا سبحانه وتعالى يعني خلقه بمنتهى الجمال والروعة. مكان مفترض انه هادي، مكان طول الوقت الناس ما هياش عايشة فيه في حالة من حالات التزاحم، ما فيش أي ضغوط من الولايات اللي هي اقتصاديا مستقرة هادئة لا تعاني من حاجة، يعني ما فيش حاجة. فلما يحصل عنف في فيرمنت لازم يبقى ده بالنسبة لك لافت جدا للنظر. ولما يبقى العنف هو عمليا جريمة كراهية، ليه ثلاث شبان فلسطينيين بيدعموا بلدهم وطنهم قضتهم فيتعمل عليهم هجوم مسلح، جريمة كراهية زي ما الكتاب بيقول؟ هل خد بالك بقى، هل اللي عمل كده دول عيال جايين مثلا من تل أبيب وبعدين ركبوا آلة الزمن علشان يتخطوا حدود الزمان والمكان فيصلوا إلى الثلاث طلاب الفلسطينيين فيعملوا فيهم كده، ولا إنه دول أمريكان عملوا كده في طلاب عرب فلسطينيين فيبقى في كراهية حقيقية؟ إذن الإعلام الصهيوني للأسف الشديد نجح في خلق موجة كراهية تجاه العرب، أو صعود جديد لموجة كراهية تجاه العرب في الولايات المتحدة الأمريكية حتى في الولايات الهادئة. التعامل مع هذه الجريمة هيبقى عامل إزاي باعتبارها جريمة كراهية، مش مجرد أنها حدث ما، جريمة ما؟ نحن نتحدث عن اقتحام منزل أو سرقة شركة أو تبادل إطلاق نار ما بين ناس مجرمين والشرطة، لا 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 لا، احنا بنتكلم على جريمة كراهية. السؤال بقى، هل المتسبب فيها بس الإعلام الإسرائيلي بشكل مباشر، ولا إنه الإعلام الأمريكي شريك في هذه الجريمة بشكل أو بآخر؟ البيت الأبيض أيضا بسبب انحيازه الواضح بل وتصريحات وأحاديث من الإدارة الأمريكية على اختلاف مستوياتها تصف دائما الفلسطينيين بأن هم دول الإرهابيين القتلة اللي عملوا واللي سووا. خليني هنا ناخد معانا على التليفون دكتور توفيق حميد الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن. اهلا بيك يا دكتور توفيق. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك دكتور توفيق. دكتور توفيق، كيف ترى هذه الجريمة التي حدثت في فيرمنت، الاعتداء المسلح اللي حصل على ثلاثة من الطلاب الفلسطينيين؟ شكرا لسؤال حضرتك. هي لا شك ان دي جريمة يعني دنيئة جدا، ان انت تقتل اي انسان او ناس على الهوية او الفكر او الدين او الاعتقاد، حتى لو في اختلاف رأي. يعني امريكا عندهم كان قاعدة معروفة، اختلف في الرأي كما شئت لكن ما تستخدمش عنف. فهتلاقي في امريكا حضرتك في درجة عالية او من اختلافات الرأي، ودايما يقولوا احنا in a free country، يعني هم طول الوقت يتكلموا انا بقول اللي انا عايزه، ولكن in a free country. بالضبط. ولكن ملاحظة حضرتك اللي يبدأ استخدام العنف فيها دي جريمة بكل المقاييس، وهم في الأول بيقولوا إن إحنا مش عارفين دوافعها، لكن بأمانة شديدة يعني هي كالشمس في منتصف النهار، هي شبه واضحة بالنسبة للغالبية العظمى. لكن هو الطبع في أمريكا يقعدوا يتأكدوا يقول لك اثبت لي إن دي الشمس ودي النهار، فبتاخد الموضوع حضرتك إيه شيء من الوقت. لكن هي واضحة إنك تضرب ناس في الوقت ده في التوقيت ده. وكويس حضرتك ذكرت موضوع ان الستيت اللي هو فيها او الولايه اللي هو فيها ولايه هادئه، ودي يمكن حته برضه تضع في اعتبارنا حاجه، الولايه دي ساعات يطلع منها درجه عاليه من الـ من الـ من الجنون، فجاه تلاقي حصل موقف. يعني الهدوء هنا مش بيمنع ان بعض عندهم طفرات عنيفة، وساعات ينصحوهم ان هم يروحوا يقعدوا في ولايات هادئة عشان ايه يحاولوا يقللوا درجة العنف. لكن ما حدث جريمة بكل المقاييس، ولكن ككلمة حق هو كان رد الفعل عليها القانوني ان هو لو اعتبرت جريمة كراهية هتدخل في النظام الامريكي اللي هو زي المفرمة، يعني ما فيهوش
تفاهم في حته الكراهيه، لانهم مش عاوزين البلد تفلت من السيطره. فهم لكن النقطه بقى الاخرى يا استاذ يوسف اللي هي تصوري مهمه جدا، اللي هي ان ده نذير خطر قادم داخل اراضي الولايات المتحده وخارجها. لان يعني طالما بدات كده جرائم الكراهيه بتجر بعضها، يعني ده يعمل كده تبص تلاقي واحد يقلده بيسموها كوبي كات، يعني اللي هو يقلده. فدي انا يعني انا متخوف جدا من هذا الامر، ان ده ممكن هيبدا ينتشر في اماكن كثيره وهيتلو هذا، هتشوف في اوروبا وممكن في امريكا التالي. واتمنى ان الامر يتحكم، ولكن الامور نذيره خطر. وساعد فيها طبعا حته السوشيال ميديا حضرتك، يعني السوشيال ميديا خارج عن السيطره، كل حد بيحط اي حاجه وبيقول اي راي وبيستخدم ساعات اي فيديوهات، سواء ومحدش بيدرك ساعات الفيديو ده سليم ولا مش سليم. فتبص تلاقي في درجه كراهيه اتخلقت مع واحد اصلا هو مليان شيء من الكراهيه، توصل للدرجه اللي تخليه يعمل هذه الجريمه. لكن يعني ما هو المساله ما هياش اول جريمه كراهيه تقترف ضد عرب او ضد مسلمين او ضد اقليه اثنيه او ضد بسبب التمييز اللوني، وامريكا عندها تاريخ طويل للاسف الشديد من جرائم الكراهيه الاثنيه والعرقيه والدينيه وما الى ذلك. وبعدين في الاخر خالص يقول لك احنا وي ار ان فري كونتري، يعني المساله مش بس كمان الكي كي كي بس، واضح انه كلو كلوكس كلان يعني، بس واضح انه هناك صعود ليمين متشدد في أمريكا، وقد يصحبه، وصححني لو أنا غلطان يا دكتور، يصحبه أيضا صعود ليمين متشدد في أوروبا. ده شيء يدعو لقلق حقيقي. صدقت حضرتك تماما، ودي ظاهرة بدأت من فترة من أحداث من بعد 11 سبتمبر وزادت ولم تعالج. عارف حضرتك يا أستاذ يوسف، المشكلة ساعات مش في وجود المشكلة في تصوري، المشكلة ساعات بتبقى في عدم وجود محاولات صادقة لعلاجها. المشكلة لما في ناس مستفيدة من وجود المشكلة ويتركوها تنمو لتصل لهذه الدرجة اللي حضرتك ذكرتها، وإن يبدأ الأمور تتفاقم وتزيد. فأنا ما أرى من نظرتي، يعني من وجهة نظري أو من زاويتي، يعني إن الأمر فيه جزئين. في جزء إن في فعلا إشكالية حصل في درجات من التعصب المختلفة من أطراف لأخرى، ما أقدرش أحدد فقط، ولكن الأخطر أن هذا الأمر يترك ومن غير محاولة مثلا في وسائل التعليم ولا في الميديا، ولا أن هي تكبح جماح هذه الكراهية أو تحاول تعالجها بطريقة ذكية. فنحن أمام كارثتين، كارثة وجود المشكلة وكارثة عدم وجود علاج ناجع تعليمي فكري يمنع الكراهية وأنها تصل لهذه الدرجة. صحيح. أنا بشكرك جدا دكتور توفيق حميد، الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن.